صلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للظالم جولة وللمظلوم دولة، وإن الله هدانا لنصرة الحق، ولا محيص عن هذا الدرب الذي عبده لنا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام، الذي قال: نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. باسم رابطة الشهداء نتواجد في هذه الأمسية ونعلم تضامننا مع هذه العائلة التي قدمت الشهيد علي الدمستاني قربانا لله، وزاد أبي الشهيد على ابنه حينما قدم نفسه فداء لهذا الشعب إيمانا منه بقضيتنا العادلة، فقام بنفسه بعلاج الجرحى رغم أنه يعاني من مشاكل صحية، إلا أنه جبل أشم لم يعبأ بما يعانيه من آلام. وقد اعتقل ظلما واتهم زورا بالتحريض والمشاركة في المظاهرات لأنه من الكوادر الطبية وأمين سر جمعية التمريض البحرينية التي وقفت موقفا مشرفا ضد الممارسات الإجرامية التي اقترفها النظام. بحق الشعب البحريني الأصيل إننا ومن هذه الوقفة التضامنية نطالب أبناء الشعب بضرورة التحرك الفوري لنصرة هذا المعتقل المظلوم والد الشهيد إبراهيم الدمستاني الذي يرزح الآن خلف قضبان السجان، ونحن لا نبخس حق المجاميع من أبناء الثورة في الوقوف صفا واحدا مع أبناء الشعب، إلا أننا نطالبهم بمزيد من الوقوف والمطالبة الملحة لكل المؤسسات المجتمع المدني التي نجدها أحيانا تعلن حالة الاستنفار القصوى حينما يداهمنا خطر الاعتقال، وفي بعض المواقف نجدها سلبية ولا تتناسب وحجم القضية المستجدة التي تتطلب موقفا حازما، موقف النزيف المستمر الذي يتعرض له هذا الشعب وغالبية المعتقلين في الزنازين المظلمة مع التعذيب بين فينة وأخرى. وأما الأدهى والأمر فأن النظام منذ فترة وجيزة بدأ باستهداف عوائل الشهداء وترهيبهم والتهديد المستمر لهم ومطالبتهم بالتنازل عن القصاص بحق من قتل أبنائهم. وعوائل الشهداء صامدين في وجه تلك التهديدات ومصرين على حقهم في محاكمة القتلة الذين يتمتعون بحصانة من النظام الذي شرع لهم وآمنهم مطبقا سياسة الإفلات من العقاب وغير مكترث بالنداءات والمطالبات في هذا الشأن. وأن استهداف عوائل الشهداء دون وقوف أبناء الشعب معهم أو سكوت من يعنيهم الأمر في الجمعيات السياسية وغيرها من الجهات الأخرى سيكون له نتائج سلبية يذهب عمل رابطة الشهداء في الوصول لأهدافها المنشودة ويعيق العدالة التي أمر الله بها في أرضه. في الختام نسأل الله أن يفرج عن الجميع وأن ينصرنا ويثبت أقدامنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.